الأول أنا بحب أشكر الحضور الكريم اللي هما أصدقائي والعائلة، وطبعاً أخص بالشكر طبعاً الحاج علي عبد الخالق، الفنان الكبير علي عبد الخالق الصديق، وأشكر وائل الغنيمي المذيع على الحضور الكريم. صفحة الإهداء اللي بيتكلم عليها وائل الغنيمي طبعاً عزيزة على قلبي جداً، لأن هي فيها والدتي وفيها ابني وفيها ناس وقفت جنبية وناس أصدقاء أعزاء من ضمنهم فنان طبعاً علي عبد الخالق غني عن التعريف، وإنسان قبل ما يكون فنان، هو إنسان قبل ما يكون فنان، وطبعاً أخويا محمد محي، وطبعاً الأستاذ وائل الغنيمي ده عشرة عمر معايا. فدي صفحة الإهداء. الكتاب تحت اسم الراوي صادر من دار النشر هيباتيا. هو التوجه بتاعه بيختلف عن اي توجه تاني في الصادر، في صادر الكتب. يعني معظم صادر الكتب بيبقى عباره عن شعر او روايه قصصيه، ده يختلف شويه الاتجاه بتاعه. فده اللي خلاني اقابل مصاعب فيه، ان دار نشر تبتدي تؤمن بالفكره اللي انا بقدمها. دي عباره عن مجموعه مقالات متصله منفصله، متصله في الفكره ان هي بتوصل فكره واحده، ان هي في اتجاه دلوقتي ان انا باخد الفكره او المعلومه وبحاول ابسطها بحيث ان انت بتقراها وتبتدي وما تقفش على كده، هي بتبتدي بعد كده بتبحث فيها. لان لو انا الافكار ال 32 باب اتكلمت فيهم هيحتاج مجلدات، فانت هتاخد المعلومه وتبتدي تبحث وراها، المعلومه اللي هتشدك او تخطفك هتبتدي تدور وراها، مش هتقف عليها، لان دي معلومات انا جايبها بحيث بطريقه مبسطه بحيث ان هي توصل لك الفكره اللي انا عايز اقدمها من وراء الكتاب. طبعا كمقدمه ان قابلتني صعوبه في نشر الكتاب، لان ما كانش في حد مؤمن بالفكره نفسها، ان فكره ان انت يا اما عايز روايه يا اما عايز شعر، فكانت الفكره صعبه شويه. قابلتني صعوبات مع دور النشر كتير، وكان من ضمن دور النشر دي دار نشر رفضت الكتاب بسبب ثلاث فصول، ثلاثه شابترز جوه الكتاب. من ضمنهم الشابتر الاولاني اللي هو كتير اتكلموا عليه، لدرجه ان دار النشر دي بدون ذكر اسمها قالت لي لا، يعني احنا هننشر لك الكتاب بس لو سمحت غير لنا الثلاثه من ضمنها شابتر نمبر 1 اللي هو الشكشوكه. اصر ان هو طبعا لما اللي بيكتب كتب او شعر او كده هيفهم الكلام ده، او الاستاذ علاء برضو كفنان يقدم موسيقى هيفهم قوي الكلام اللي انا بقوله، ان انت مؤمن بحاجه، مؤمن بفكره، مؤمن باتجاه معين، ما ينفعش ان انت تغيره. زي الطفل الصغير ما ينفعش تقول لا انا عايز شعره اطول، انا عايز عينيه معلش زرقاء، او انا عايز ودانه اقل شويه، ما ينفعش. هو العمل كله مكتمل على بعضه كده. فطبعا دي عشان انا ما قدمتش تنازلات فاتاخرت شويه صدور الكتاب، لان الكتاب خلصان تقريبا من سنه. الكتاب الفصل شابتر نمبر 2 اللي هو استطيع العوده بالزمن 14 ساعه. صفحه 9. اوكي، هو الفكرة بسيطة من الفصل. هو كذا واحد يعني اعترض، افتكر ان انا بعمل كده، ان انا ممكن اتلاعب بالالفاظ او ان انا اقول حاجة هي مش موجودة، لا هي حقيقة وموجودة، بس الفكرة ازاي؟ الفكرة ازاي؟ واي فصل في الكتاب انا كاتبه كاتب الاحتمالات والتفسيرات بتاعته بدون ما املي عليك شيء، انا بسيبك وبحط لك الاحتمالات بتاعتها او التفسيرات وانت لك تتقبلها او ما تتقبلهاش، دي حاجه ترجع لك. فالفكره من الشابتر نمبر 2 ان هو في مضيق اسمه بيرتينج سترايت. المضيق ده بيبقى مده زمنيه معينه، هو المضيق ده بيفصل بين اخر ولايات الولايات المتحده الامريكيه ولايه الاسكا وحدودها المتخمه مع روسيا. دي بتفضل مده زمنيه، بتبقى الميه اللي بينهم بتبقى عباره عن تلج، والحته دي ما فيهاش يعني غير اهله بالسكان، يعني مفيش سكان عايشه هناك.
فمفيش حرس حدود. ففرقة البحث اللي بحثت في الموضوع راحت للمكان ده، فاكتشفت ان هو ممكن اتنين بيجروا البحث في المنطقة دي، لو واحد اتحرك لورا ناحية روسيا لمدة 10 دقايق مشي بيرجع 14 ساعة في نفس الوقت. تفسيراتها العلمية ان في جاب زمني، لانه انت عارفين التايم زون بيمشي بداية من جرينتش في يوكي وبيلف الكرة الارضية ان هو يوروب وايست يوروب، وبعدين بيروح على روسيا واسيا، وبعدين بياخد المحيط ويرجع تاني على الامريكتين ويرجع تاني خط جرينتش. فانت رجعت الوراء، فبترجع بالوراء 14 ساعة. يعني التجربة اثبتت ان لو انت في واحد يناير ومشيت العشر دقايق دول هترجع لورا اليوم 31/12 من السنة اللي قبلها. هي دي فكرة شابتر نمبر 2. هي فكرة بسيطة مش داخلة فيها اي تلعب. هو بدءا عشان لو في اخوة من الحضور اخبار، هو الفصل مش معني، وانا كاتب الكلام ده في الفصل، هو مش معني بان انا اتكلم على العقيده المسيحيه او شيء، لا هو ملوش دخل خالص، يعني مش عايزين نبقى في خلط الامور. هو بيتكلم عن حقبه زمنيه، حقبه في التاريخ الكل اتفق عليها. انا ما جبتش حاجه من عندي او ما اديتش ملاحظات، هو كل اتفق على الفتره دي كان فيها شيء من الفساد الكبير، وكان اللي بيحكم اوروبا في عصر الظلام في الوقت ده كان البابوي. تولى الكرسي البابوي عدد 266 بابا، كان من اخرهم اللي هو طبعا جون بول الراحل، وجي وراه بندك اوكي اللي هو اعتزل، وجي وراه اللي هو حاليا اللي موجود الارجنتيني اللي هو اختار اسم فرانسيس اوكي. اللي انا بتكلم عليه في الفتره دي كان البابوات بتتحكم في الامور، الملوك والامراء اللي كانوا بيحكموا يوروب ساعتها في الفتره دي. كان لما حد يحب يخوض حرب او غزوه او شيء بيلجا للبابا. البابا بيديله مقابل صكوك او مقابل ذهب او مقابل ايا كان. فالقصه نفسها اسمها محاكمه جيفة السندوز. المحاكمه دي غريبه جدا، وقصدي اللي هيقرا الفصل بالذات هيفهم ليه ايه المضمون الشابتر اللي انا عايز اقدمه. هو كان في بتتمحور عليه هو فورميوسيس الثالث اللي بتتمحور عليه قصه الشابتر. الراجل ده كان بابا من ضمن البابوات، فاسد او شيء، ده التاريخ اللي ممكن يقدر يحكم عليه. القرار الغريب في المحاكمه دي ان جه بعد وفاته بابا اسمه ستيفن السادس. ستيفن السادس ده الراجل ده عمل ايه؟ قال لك احنا هنعمل محاكمه للراجل ده بعد وفاته. فجاب الرفات بتاعته وطلعه من الرفات وهو هيكل عظمي اوكي، وقعده على الكرسي البابوي وعمل محاكمه علنيه ليه، ولبسه التاج واللبس بتاع الباباوات، ولبسه الخاتم اللي هو بيلبسه اي واحد بيتولى المنصب ده، وعمل عليه محاكمه علنيه وحضرها ناس، وبدأوا يحكموا على القرارات اللي هو خدها قبل كده. والمحكمه اتخذت قرار ان هي تمزق الثياب بتاعته، ودي تعتبر اهانه، ويسحبوا الخاتم منه وما يحطوهوش في رفات ويرميه في نهر اسمه نهر التيبي. الفكره اللي انا قادر يعني عايز اوصلها من الباب ده ان ساعتها كان اللي بيحكم العرب بنو تميم. كويس، بنو تميم ساعتها كان حدودهم، حدود الحكم بتاعهم، مشارف الصين، شمال افريقيا، الجزيره العربيه بلاد فارس، اجزاء جزيره سردينيا، صقليه، مالطا، اجزاء من ايطاليا، جزء من فرنسا، ثلاث ارباع مساحه اسبانيا والبرتغال. فالفكره اللي انا بقدمها في كتير من الابواب هي ازاي تحولت التقدم والرقي العربي وحولت الادوار بعد ما كانت اوروبا عايشه في الظلام، اتحولت الادوار وبقت اوروبا في تقدم والعرب في انحدار.